بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الحوار والمناقشة ودرس التوحيد، نبذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل يا سعود. في مكة. تعال يا سعود، خذ الجائزة. طيب، في أي عام؟ قل يا فراج. يا سلام عليك. طيب، جزاك الله خير. عام الفيل. هذا، هل تعرفون سورة تتحدث عن الفيل؟ قل يا براء. سورة الفيل تعرفها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد بأصحاب الفيل؟ ما أنت متذكرها، قلها يا أحمد. من متذكرها؟ قل يا بلال. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارهم من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لك جائزة، كل الفصل يقول مع بعض: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل وأرسل عليهم طيرا ترميهم. طيب، لماذا جاء أبرهة ليهدم الكعبة؟ مين يقول لي؟ قول يا براء. لأن في واحد في كعبته، في كنيسته، في كعبته، في الحبشة، تفضل، فأقسم أن يهدم الكعبة. ممتاز. هل الفيل هدم الكعبة؟ لا. ها؟ لا. لماذا؟ عشان الله ما خلاه. الله ما خلاه. ما طيب، خذ زيزة. طيب، ماذا حدث لجيش أبرهة؟ إيه اللي حصل له يا خالد؟ نزلت عليهم حجارة من نار، فجعلتهم كعصف مأكول. ممتاز. طيب، الآن خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره كم سنة بقى نبي؟ وعنده كم سنة؟ 40 عاما. أحسن. طيب، قعد يدعو قومه في مكة كم سنة؟ 13 سنة. خذ جائزتك. بعد ما ظل في مكة، هاجر من مكة إلى من يقول؟ المدينة. ممتاز. طيب، توفى عام كام هجرية؟ توفى النبي عام كام؟ قل يا خالد. 2012. لا لا لا، 11. وضح كمان مرة. 11 هجرية. تفضل. يوم 12، ما هو سنة 2012، يوم 12 من ربيع الأول 11 هجرية. خلاص يا خالد، 12 من ربيع الأول 11. طيب، صفة النبي فيه له صفة ذكرناها بآية، من يقولها؟ وله جائزة مضاعفة. ما هي صفة النبي؟ ها، أفضل الناس، أفضل الناس إيه؟ أخلاقا. الآية تقول: وإنك لعلى، كمان مرة، خذ جائزة أيها البطل. أشكركم ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الحصة. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.